السيدات والسادة، مساء الخير. في كل مراحل كفاحنا الوطني من أجل التحرر والبناء والتنمية يظهر دائما أمامنا السؤال الصعب: كيف يرانا العالم؟ كيف تقيم وتقدر شعوبه مواقفنا وجهودنا من أجل السلام والاستقرار؟ هل يصل خطابنا الإعلامي للرأي العام؟ هل ينجح قادة الرأي في شرح الحقائق وتصحيح الصورة؟ اليوم في حديثنا من مصر نستقبل أستاذاً من الباحثين الكبار في مجال دراسات الرأي العام، أكاديمي بارز قضى القسط الأكبر من حياته العلمية والمهنية في دراسة اتجاهات الرأي العام الأمريكي تجاه الدول العربية والإسلامية. كتب ضيفنا في هذا المجال عشرات المقالات والدراسات، أهمها موسوعة عربية من 5 أجزاء حاول من خلالها الإجابة عن السؤال الكبير: كيف يرانا الرأي العام وخاصة الرأي العام الأمريكي؟ وفي أي الأوقات نجحنا في جذب تعاطف الشارع أو الإعلام الأمريكي مع قضايانا؟ وكيف ينظر بصفة خاصة للفترة العصيبة الأخيرة من الحرب على غزة؟ عن قضايانا العادلة وعن صورتنا في عيون الآخرين، عن رجل الشارع والإعلام الأمريكي وكيف يرانا، حديث جديد من مصر. أهلا بكم. معي للحديث عن عمله الأكاديمي حول استطلاعات الرأي العام الأمريكية وكيف ينظر رجل الشارع والإعلام الأمريكي لقضايانا، الأستاذ الدكتور أيمن منصور ندى، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة. دكتور أيمن منصور، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلاً معنا بحضرتك. سعداء جدا بوجودك. أنا اللي أسعد بوجود حضرتك. شكراً. وشرف بي أن أنا وأنا بقول يعني. الحقيقة يعني ما بنقول أهلا بحضرتك والدكتور أيمن منصور، لكن واضح أنه في أكثر من دكتوراه، يعني في 2 ماجستير، في 2 دكتوراه، والثالثة في الطريق بإذن الله. حقيقة؟ هي حقيقة يعني الحمد لله. أنا حاصل على الماجستير والدكتوراه من كلية الإعلام جامعة القاهرة في الإعلام الدولي والرأي العام، ثم اتجهت اتجاه آخر إلى العلوم السياسية، وأخذت ماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة إلى جامعة سيراكيوز، حيث حصلت على دبلومة في الإعلام الدولي، ثم بعد ذلك التحقت بدكتوراه في العلوم السياسية في جامعة جورجيا الأمريكية في تخصصين، التخصص الأول اللي هو American Politics، السياسات الأمريكية، والتخصص الثاني كان الإحصاء ومناهج البحث. وحاليا أنا مسجل درجة الدكتوراه في النظرية السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأنا مش شايف إن هو امتداد أفقي، أنا حاسس إن هو كلها بتخدم على مشروعي العلمي اللي أنا متبني. الإعلام لوحده أو الإعلام وحيدا هو مثل الكأس الخالي من الشراب أو الخالي من أي حاجة، لا يفيد. فأنا لابد أي دارس إعلام أن يكون دارسا لأحد العلوم البينية، قد يكون سياسة، قد يكون اجتماع، قد يكون علم نفس. أما الاقتصاد أو الاقتصار على الإعلام فقط فهو اقتصار على الشكل فقط. باعتباري متخصصا في مجال دراسات الرأي العام والاتصال السياسي، فكان لابد من الانفتاح على المدارس الفكرية الأخرى وعلى العلوم الأخرى حتى أستطيع أن أنا أقدم شيئا متكاملا في مجال تخصصي. يعني وجهة نظر حقيقة جيدة وجديدة علينا إلى حد كبير. يعني حضرتك بتقول أنه من يدرس الإعلام هذا ليس بكاف، لابد أنه الإعلام يكون الإعلام مع الإعلام وحده لا يكفي ولا يفي، وده أحد أسباب مشكلتنا الإعلامية. لابد أن تكون هناك خلفية معرفية، قد تكون ثقافية أدبية أو قد تكون علمية بمفهوم العلوم نفسها
أو قد تكون سياسية أو اقتصادية. الحقيقة يعني وجهة نظر جيدة، وأعتقد أنه العاملين في مجال الإعلام بيشعروا بما تقوله حاليا، يعني لابد من الجمع بين دراسة الإعلام ودراسة أخرى. الدكتوراه الثالثة اللي حضرتك مفترض أنك أنت يعني تعمل فيها حاليا عن الصورة الذهنية للمسلمين في استطلاعات الرأي العام الأمريكية. يعني لماذا اخترت هذا الموضوع اصلا؟ كنت محظوظ في سنه 2006 ان انا سافرت الولايات المتحده، كانت اول مره اسافر فيها في مهمه علميه، واشتغلت في مركز لدراسات الراي العام في الولايات المتحده، وتعرفت من خلال المركز ده على الاركايفز او الارشيفات بتاعه استطلاعات الراي العام الموجوده في امريكا. وجدت ان هم عندهم استطلاعات راي عام ترجع الى سنه 1935 مسجله، ودي كانت فرصه بالنسبه لي ان انا اجمع كل ما كتب وكل استطلاعات الراي العام التي اجريت عن كل القضايا العربيه والاسلاميه. اصدرت في عن طريق احد المراكز البحثيه الكبرى، اصدرت موسوعه البلدان العربيه والاسلاميه في استطلاعات الراي العام الامريكيه، ودي كانت عباره عن 5 مجلدات تتناول 55 دوله عربيه واسلاميه. موضوع الإسلام، ليه جمعت بين الدول العربية والإسلامية؟ طبعا الدول العربية معروفة، إنما هناك بعض الدول القضايا العربية والإسلامية لا يمكن فصلها في الرأي العام الأمريكي، كل ما هو عربي إسلامي وكل ما هو إسلامي عربي. يعني دولة زي إيران حتى يختلط لدى الرأي العام الأمريكي أحيانا، هل إيران دولة عربية ولا دولة باكستان أفغانستان. فالربط بين الإسلام واللي هو المحور الأساسي لكثير من الأفكار المتعلقة بالوطن العربي أو بالثقافة العربية، بيتم الخلط ما بينها أو يتم المزج ما بينها. حتى تركيا نفسها هناك دراسات كتيرة جدا، العربي التركي، هل هو عربي ولا تركي؟ والصورة العربية التركية كانت لغاية فترة طويلة خصوصا مع الخلافة الإسلامية في تركيا وغير ذلك، فكان لا نستطيع فصل ما هو إسلامي عن ما هو عربي، فده كان دعين. لكن أنا في رسالة الدكتوراه حسيت أن هناك فكرة الإسلام نفسها، فكرة الإسلام وخصوصا مع ظهور في الفترة الأخيرة ما يسمى بالإسلاموفوبيا وظاهرة الخوف من الإسلام في الغرب، فكنت بدرس هل الظاهرة دي ظاهرة منتشرة يعني مستمرة عبر الزمن، ولا دي ظاهرة مستحدثة خلال يعني في دراسات كتيرة الأخير. بتقول أن هو سنة 92 أو 99 بدأ ظهور الإسلاموفوبيا. أنا في اعتقادي أن أولا دراسات الرأي العام الأمريكية في من أول 63 سنة 63 بدأوا أول استخدام لكلمة إسلام في استطلاعات الرأي العام الأمريكية، وبدأت تناولها، لكن كان في حاجة كده منظمة هناك في أمريكا اسمها نيشن أوف إسلام، ودي حاجة إقليمية يعني حاجة خاصة بها بالسود وتحرير السود وغير ذلك، فاختلط ما هو إسلامي بما هو عنصري أو هو باللون العرقي وغير ذلك. الثورة الإيرانية في السبعينات وما ترتب عليها أيضا من ربط الإسلام بإيران والثورة الإيرانية، فبدأت تتحسس المعلم الأفكار، أحداث 11 سبتمبر وما ترتب عليها، وجدت أن الموضوع من الثراء بحيث يمكن تحليل وتفكيك صورة الإسلام كما تم، هل الصورة مشوهة بالفعل؟ كان هدفي ماذا يدور في ذهن المواطن الأمريكي، كيف يرى المواطن الأمريكي الإسلام، كيف ينظر إلى تعاليم الإسلام، هل هي متفقة مع القيم الأمريكية أم لا؟ هل تتفق مع تطور الإنسان القيم الأمريكية وتطوره أم أنها مختلفة في سياق كبير عنه؟ المفاجأة بالنسبة لي وأحيانا بتبقى أن هناك كثيرا من الأطروحات العلمية مثلا فيما يتعلق بالإسلام، ورغم أن ده مش موضوعنا، بس فيما يتعلق بالإسلام أن الصورة الذهنية ليست لا تذهب إلى الأسوأ، بالعكس أن هناك تحسن في صورة وفي الاتجاه نحو الإسلام والمسلمين منذ أحداث 11 سبتمبر وحتى الآن، وأن اتجاهات المواطن الأمريكي نحو الإسلام ازدادت إيجابية بعد الأحداث. قد يكون السؤال لماذا؟ قد يكون أن هذه الأحداث الإرهابية أو هذه الأحداث العنيفة دفعت كثير من الأمريكيين إلى القراءة عن الإسلام والقراءة عن موضوعات الإسلام. القراءة عن الإسلام كدين؟ كدين، وبالتالي بدأت تتبدد بعض الصور الذهنية التي كانت مترسبة عبر حكايات ألف ليلة وليلة وعبر الحكايات الموجودة في التراث الأمريكي عن الإسلام، فبدأت القراءة من مصادر أصلية عن الموضوع، فبالتالي انتفت الصورة الذهنية وبدأت ده كمان
يعني لا ممكن يا دكتور هنقول انتفت أم أنها زي ما حضرتك قلت بدأت تتحسن؟ بدأت تتحسن. أو هناك فروق أو على الأقل ثابتة ولم تتأثر بالأحداث التي تصور البعض أن وجود مثل هذه الأحداث قد يؤدي إلى تشويه الصورة الإسلامية بشكل كبير. بالعكس الصورة إما ثابتة أو في إطارها إلى التحسن وليس العكس. حضرتك يعني شديد الاهتمام باستطلاعات الرأي العام، يعني عايزك يعني تقول لنا بشكل مبسط ما الرأي العام؟ الرأي العام تعريفاته كل يعني هو مزيج من أشياء أم أنه فقط رأي الناس، رأي الحكومات أم رأي الرأي العام؟ عندنا مثلا لو افترضنا عندنا 300 كتاب في الرأي العام، وده طبعا عدد مجازي، فعندنا 300 تعريف للرأي العام، بمعنى أن كل باحث يعرف الرأي العام عن طريقه. الرأي العام أيضا مجال بحث في العلوم السياسية وفي الاجتماع وفي علم النفس وفي الإعلام وفي غير ذلك. فكل مجموعة باحثين من خلفيات معرفية مختلفة توصلوا إلى تعريف، لكن بصفة عامة بدون التقيد بتعريف معين، الرأي العام هو ما يعتقد أنه التعبير مجموعة من الناس عن قضية، عن فكرة، عن اتجاه، عن معتقدات بشأن قضية معينة في وقت معين وفي زمان معين عن طريق استخدام وسائل قياس معين. في بعض الناس قالوا الرأي العام هو ما تقيسه استطلاعات الرأي العام، اللي احنا بنقيسه ده هو اسمه استطلاعات الرأي العام، زي ما كانوا عرفوا الصحافة أحيانا الصحافة هو ما تقرأه هي الصحافة. يعني بصفة عامة هو الناس بتفكر في ايه، اتجاهاتها ايه، وليس وأحيانا كانوا من ضمن التعريفات الرأي العام هل هو مصطلح بيسموها الاتجاهات الرأي العام ولا الاتجاهات العامة للرأي، بمعنى هل هو تعبير عن الجمهور العام الpublic's opinion ولا ده تعبير عن مشاعر بعض الناس وبعض الاتجاهات وبعض الفئات المتخصصة. في ناس بتقول ان الرأي العام هو رأي الصفوة، في ناس بتقول ان الرأي العام هو رأي الجمهور الحقيقي، وفي ناس بتقول ان هو اقرب الى فكرة الكوكتيل اللي هو لما تضربي يعني مزيج وما تبقيش عارفة طعم البرتقال من طعم اليوسفندي من طعم الأشياء، عندما تختلط ببعضها لا نستطيع تحديد هو خليط جمع حاصل ضرب وليس حاصل جمع، حاصل ضرب عناصر كتيرة مختلفة، يعني رأي الصفوة مع رأي رجال الدين مع رأي الجمهور العام مع رأي وسائل الإعلام مع رأي. طيب كيف نكون ثقة ما في نتائج هذا الاستطلاع؟ كيف يعني نقول ده استطلاع الرأي العام؟ قياسات الرأي العام دي بتخضع لعمليات إحصائية دقيقة، وعلى مدار 200 سنة من قياسات الرأي العام تم التوصل إلى نتائج يقترب فيها الواقع من التوقع أو يقترب فيها التوقع من الواقع. بمعنى أن احنا مثلا في استطلاعات الرأي العام الأمريكية الخاصة بانتخابات الرئاسة وصل درجة التوقع أو درجة مع اختلاف بعض، مثلا سنة 2016 حصل كذا، سنة 34 حصل كذا، أحيانا بتحدث أخطاء، لكن درجة الفرق ما بين التوقع والواقع وصلت إلى 0.5%، وبالتالي هناك بالتجربة والخطأ وبالأساليب العلمية تم الوصول إلى مقاييس يمكن الاعتماد عليه، لكن ده في المجتمعات. قياسات الرأي العام التي تجري في أمريكا حاليا ارتباطا بما يحدث في غزة ويعني هذه الحرب التي شنتها إسرائيل، اتغيرت توجهات الرأي العام؟ أنا يعني من خلال دراستي لقضية الصراع العربي الإسرائيلي خلال الفترة من سنة 47 لغاية النهاردة، شايف أن هناك بعض الأوهام المتعلقة باستطلاعات الرأي العام تجاه القضية الفلسطينية تحديدا، منها الوهم الأساسي أن هناك شعبية كاسحة لإسرائيل في الولايات المتحدة، هذه الشعبية تصل إلى حد الاتفاق، لكن الدراسات اللي عندنا واللي احنا ممكن نستعرضها بتقول إن إسرائيل والاتجاه نحو إسرائيل والإسرائيليين في الولايات المتحدة هو يتراوح ما بين 40 إلى 50 أو 55% من الشعب الأمريكي عنده اتجاهات إيجابية، عندنا 45% من أو 50% عنده اتجاهات غير إيجابية نحو إسرائيل. يعني 50% دي نسبة كبيرة أيضا، ما نقدرش نصنف مثلا في الأمريكا مثلا في دول ذات المشاعر الدافئة زي مثلا كندا زي اليابان زي، إنما إسرائيل هي في المنطقة الدافئة اللي هي المنطقة اللي هي الوسط اللي احنا ممكن نتكلم عليها مثلا إن هو يبقى عندنا 55
50 58 لكن لها لا تصلح. ودي موجوده في على مدار من سنه 47 لغايه دلوقتي. أيوة. وعندنا استطلاعات الراي العام التي تشير الى هذه المعلومه. حضرتك بتقول من سنه 1947 يعني من قبل 48 واحتلال كان بيفرقوا بين اليهود والعرب في فلسطين، ثم بعد كده بدات نتكلم على هذه القصه. فاحنا عندنا في الصراع مثلا الدائر في الشرق الاوسط هل تتعاطف اكثر مع اسرائيل؟ ده من سنه 47 لغايه 2013. هنجد اللون الاسود اللي فوق ده اللي هو اسرائيل، اللون الاحمر اللي هو الدول العربيه، واللون اللي هو الثاني اللي هو اللي هم غير قادرين على اتخاذ القرار. فاحنا عندنا في 50% من الشعب الامريكي بينقسم ما بين اما تأييد للعرب او غير قادر على اتخاذ القرار. وغير قادر على اتخاذ القرار او ابداء الراي ده ممكن نصنفه على حاجتين، اما ان هو متردد وما عندوش معلومات كافيه، او انه خايف. لان احيانا وسائل الاعلام الامريكيه بكثره تركيزها على فكره ان هناك تأييدا لاسرائيل، وان هناك ارتباطا استراتيجيا لا يمكن فصله، وزواجا كاثوليكيا لا يمكن فصله بين الولايات المتحده واسرائيل، بتجعل المواطن العادي يتردد احيانا في الاجابه على بعض الاسئله الخلافيه، زي مثلا عن الاسلام. لو سالنا سؤال عن الاسلام وده كان موضوع جدلي، فاحيانا بيشتري المواطن الامريكي دماغه انجاز هذا التعبير ويجاوب ان انا ما اعرفش. انت بتحب ولا تكره؟ ما اعرفش، مش قادر احكم، مش قادر احد. فاحنا عندنا وده كنا بنتكلم بقى لصنع يعني القرار، يعني نصف الشعب. ودي مساحه ممكن تلعبي فيها لو صنع قرار او حد عايز يحسن صوره عندنا 50% من الناس ممكن انك تحشد اتجاهاتها. وده عشان كده ما ظهرش فجاه، ما ظهرش الاشياء، ما كانتش مفاجاه لما لقينا بعد احداث غزه ان هناك تأييدا كبيرا، لان في فئات كانت غير معبرة ولا تعبر عن رأيها بدأت في إعلاء صوتها وفي التعبير عن رأيها بشكل مع فلسطين وليس مع التوجه الأمريكي، لأن الموضوع كان خلاص بقى. احنا الخوف اللي كان عندنا من التعبير عنه كده مع الأحداث ومع قضية عادلة، بدأت الأمور أن هي تبدو كأن المواطن الأمريكي وجد فرصة للتعبير عن آرائه. هل ساهم الإعلام المرئي على سبيل التحديد في هذا التوجه الجديد؟ الإعلام الجديد نعم، بس مش الإعلام الجديد لوحده. الإعلام الجديد مع الجيل اللي هو The Generation. لو تصورنا إن احنا عندنا الجيل القديم اللي هم عنده 70 و 80 سنة في أمريكا أيوة. 68% منهم عندهم تأييد لما قامت به إسرائيل في غزة. الناس اللي اتولدوا بعد الحرب العالمية الثانية اللي بيسموهم بيبي بومر، دول نفس الاحصائيه حوالي 70-80%. الجيل اللي هو الجينريشن اكس ده عنده 63%. الزي الجينريشن ذي اللي هم الناس اللي اتولدوا من سنه 80 فما فوق حوالي 48% فقط بيؤيدوا ما قامت به اسرائيل. معنى كده ان احنا عندنا تقريبا النص. ايوه، ما بين الفئه الاعلى اللي هم الكبار السن وصغار السن. لو ده بيسموها احيانا بيسموها المتغير الانتراكشن فاريبل، اللي هو لما تربطي ده مع وسائل التواصل الحديثه وعدم ارتباط السوشيال ميديا، رغم ان هي الفيسبوك وغيره مرتبطين ايضا ببعض جهات الضغط وبعض المصالح، لكن هناك ليست بنفس القسوه ونفس درجه الجمود اللي موجوده في السي ان ان او موجوده في الفوكس نيوز. فبالتالي كل واحد حر يعبر عن رايه. هذا التفاعل بين عنصر الشباب من ناحية ووسائل التواصل الاجتماعي من ناحية قد تكون غيرت من اتجاهات الرأي العام الأمريكي. يعني هذه المعرفة الجديدة اللي يعني نتيجة متغيرات في العالم وحدها لا. وحدها ممكن ماذا نضيف لها؟ العلم والمناخ الجامعات الأمريكية اللي موجود حاليا والقضية اللي موجودة بشكل عام والتي سمحت بظهور اتجاهات رأي عام وتنوعها. فاحنا عندنا قضية إنسانية عادلة مع وسائل تواصل غير تقليدية، مع جيل أكثر، يعني أكثر الناس مظاهرة أو اعتراضا هم الموجودين في الخمس جامعات الكبرى في الولايات المتحدة، اللي هم أكثر تعليما وأكثر قدرة على التفكير السليم إنجاز هذا التعبير. فاحنا عندنا عشان كده لا نعول كثيرا على فكرة العامل الواحد في حسم أي قضية. حتى وسائل الإعلام لما ظهرت هنا في الولايات المتحدة قاسوا العلاقة بين التعرض لوسائل الإعلام من ناحية
وبين التأييد العمل التي تقوم به إسرائيل الأعمال العسكرية. فوجدوا أن التعرض المرتفع ده 43% مؤيدين في مقابل 56 معارضين. التعرض المتوسط 37، التعرض المنخفض 27. مش ده الفرق اللي احنا ممكن نتكلم عليه اللي هو تحدثه وسائل احيانا بتكون وسائل اعلام تاثيراتها تخيليه وفي اذهاننا اكثر من لو كانت وسائل الاعلام هي المحدد لاي حاجه. كانت سهل جدا ان تشتري وسائل الاعلام وتنفذها، لكن هي ضمن متغير واحد من 10 15 متغير لتحديد اتجاه الفرد نحو اي قضيه. بس وسائل الاعلام دكتور بتمتلك وسيله جيده جدا جدا وهي الصوره، والصورة السريعة جدا التي تنتقل في دقائق، تأثيرها إعلام. للإعلام أيوه. للإخبار، ولكن ليست لتكوين الآراء. تكوين الآراء يعني بيعتمد على الصورة الصعبة جدا الآتية الآن من الأراضي الفلسطينية غزة وامتدادها، ألا تؤثر في توجهات الرأي العام العالمي حتى حسب الإطار اللي حضرتك حطيتي فيها؟ الإطار حضرتك حطها في إطار إيه؟ إن هم ده دفاع، ما هو ده في سنة 98-99 لما حصلت الأزمة الأخلاقية بتاعت بيل كلينتون وجدوا حاجة غريبة جدا، أن رغم تركيز وسائل الإعلام الأمريكية في الوقت ده في هذا الوقت أو في هذا التوقيت على الفساد الأخلاقي للرئيس وكذبه وغير وعلاقته بمونيكا ليونسكي وغير ذلك، لكن وجدوا أن استطلاعات الرأي العام أشارت إلى أنه شعبيته ارتفعت إلى درجة لم يسبق إليها أي رئيس أمريكي في فكان السؤال لماذا؟ وجدوا أن هذا الموضوع التقييم الأخلاقي الجمهور بصله من أن الرئيس الأمريكي مادام بيفعل هذا وعنده الرفاهية أن هو يعمل هذه الأشياء يبقى اقتصادنا قوي، فحط الفريم في ان ده انعكاس لاداء اقتصاد قوي وان الرئيس لدرجه ان الرئيس مش بيفكر في شؤون الحكم، ده بيفكر في حاجات التافهه. الاطار الفريم اللي انت حطيتي فيها الفكره الاساسيه بتاعتك. فانت لما حطيتي الاطار حتى القضيه الاخلاقيه الفاسده لما حطيتيها في توظيف ان ده انعكاس لرفاهيه الشعب الامريكي ورفاهيه الرئيس الذي واثق من اقتصاده وانه بيعمل ده، فكان رد الفعل ان هو ارتفعت شعبيته بدلا من ان تقل، ولغايه دلوقتي شعبيته لم يتجاوز احد في اثناء هذا الموضوع. فالصوره اوكي نتفق على ان الصوره بألف كلمه كما يقول الصينيون، لكنها حسب الاطار الذي توضع فيه الصوره. فالاطار احنا بنتكلم اللي هي بيسموها بقى الاهداف الخفيه وسائل الاعلام كيف وضعت هذه الصوره؟ كيف وضعت ما هو الرئيس الامريكي في بدايه الازمه قال ان هو رأيت بنفسي بعض الصور لقطع بعض الرقاب والمشا وان الفلسطينيين بيحطوا الاولاد عشان حواجز بشريه وهذا لم يحدث فاحنا عشان نقدر نتكلم عن هذا وسائل الاعلام لها تاثير ولكن ليس لها التاثير الذي والا كان اسهل حاجه لدى اي ناس ان هي تنشئ قناه وتكون دوله لكنها ليس شرطا كافيا وليس حقيقة وافية ولكنها تحتاج إلى عوامل أخرى تساعد وتحسن من أداء وسائل الإعلام في هذا الموضوع. الشعب الأمريكي بشكل عام يا دكتور هل هو مهتم بأخبار العالم؟ لا، الشعب الأمريكي ودي حقيقة موجودة من الدراسات، الشعب الأمريكي يهتم بموضع قدمه في المقام الأول فقط، والاقتصاد إنه الاقتصاد يا أيها المواطن الجدع كما يقول الكلام. فهو الشؤون الداخلية أهم، لكن هناك بعض القضايا أحيانا تتجاوز الشأن وتصبح من الظهور والبروز بحيث أن تناولها يصبح موجود في كل شيء. ما أنت بتشوف وسائل الإعلام فهي ده خبر رئيسي في كل وسائل الإعلام، فشيء طبيعي أن يهتم المواطن الأمريكي، خصوصا أن هناك أحيانا بيتم التركيز على المورال أو على الإطار الأخلاقي الوازع الأخلاقي عند المواطن، فبتنقح عليه حته الكرامه الانسانيه او فبيبدا يتفاعل، وده اللي حصل في امريكا في الفتره الاخيره. مصالحه هو ما بيهتمش بالقصه دي، او قد يرى انها انعكاس على مصالحه الشخصيه، ان مثلا وده استطلاع راي عام تم في الولايات المتحده وبيسالوا الراي العام الامريكي او بيسالوا الشعب الامريكي انت شايف الصراع في حماس ده من وجهه نظر ايه؟ فبعض الناس ذكروا انه عبارة عن ده يتعلق بالأمن الأمريكي، وفي ناس أشاروا إلى النظام الدولي، وفي ناس أشاروا إلى الأخلاقية الأمريكية أو الموراليتي بتاعة الشعب الأمريكي، وفي ناس أشاروا إلى مصالح متبادلة بين الشعب الإسرائيلي والأمريكي ودي بتضر بالمصالح
الأمريكية أيوة. وبالتالي بتضر بالمصالح، ودي أيضا تخضع إلى فكرة الأطر اللي احنا اتكلمنا عنها وإزاي تقدر. يعني علينا أن لا نبتهج كثيرا عندما نشاهد مثلا الجامعات الأمريكية التي في بعضها أقفلت أبوابها لأيام نتيجة يعني وجود الطلبة. في قضية موجودة في الرأي العام الأمريكي منذ منتصف القرن الـ18، وهي الصراع الدائر بين ما يسمى بالمثاليين والواقعيين. الجماعة المثاليين أو المدرسة المثالية بتشوف أن الرأي العام ده موجه مهم للحكومة، وأن الحكومة يجب أن تستمع إلى الرأي العام بشكل كبير. وكان إبراهام لينكولن رئيس الولايات المتحدة كان بيقول الرأي العام هو كل شيء، فمعه مع الرأي العام لا شيء يفشل، وبدونه لا شيء ينجح. نابليون بونابرت كان بيقول الرأي العام هو الترمومتر الذي يجب على كل حاكم أن يقيسه كل يوم حتى يطمئن إلى حرر. مش عارف جالوب كان بيقول أن الرأي العام هو نبض الديمقراطية، بدون النبض وبدون هذا الموضوع لا تستطيع أن خلاص يبقى الواحد يعني ميت. جميع الحالات هناك فكان اعتبار جيد للرأي العام، أن الرأي العام كويس. لكن جماعة الواقعيين وده الأغلبية في نطاق الحكم قالوا الرأي العام رأي عاطفي، الجمهور كلمة بتوديه وكلمة بتجيبه، الرأي العام متحول وقد يغير رأيه من لحظة إلى تانية لظروف لأسباب غير عقلية، وهو غير عقلاني بالمرة. والرأي العام لا يعتمد على المعلومات، وإنما الشعب بيبقى معلوماته بسيطة جدا ما بتحدش. والرأي العام غير ثابت وغير منسجم وغير مستقر، ويمكن التلاعب به بشكل كبير. وسياسات الدول لا يمكن أن تتم بناء على استطلاعات الرأي العام. وكانوا بيعيبوا على الرئيس كلينتون أن هو يدار عن طريق استطلاعات الرأي العام اللي هي الشعبية. فإحنا عندنا هنا وده الأرجح في الرأي العام غير مؤثر في صناعة السياسات الخارجية، غير مؤثر في صناعة ما يتعلق بالأمن القومي لأي دولة. إنما إحنا ممكن نخفف من حدة احتقان الرأي العام، أو الرأي العام بيسموه أحيانا تقييد العملاق. الرأي العام بيضع لدى الصانع القرار محددات أو قيود يستطيع أن يفرضها عليه ويقوله ما تتجاوزش هذه الحدود. لكن في أغلب السياسات الخارجية لكل الدول الديمقراطية الرأي العام دوره هامشي في السياسة الخارجية إلا في استثناءات كثيرة. يعني علينا ألا نعول كثيرا على مسألة الرأي العام الأمريكي وأنه تغير والدليل وأصبح إن مع كان هناك الحق الفلسطيني. كان هناك اعتراضا كبيرا على الحرب العراق واستمرت 20 سنة. أيوة. وما زال بعض الجنود الأمريكيين موجودين في بعض الدول. الموضوع كان في فيتنام ظلت سنوات عديدة. هي الحقيقة حضرتك بتتكلم عن شيء مهم جدا، هو عبرة التاريخ، يعني علينا أن نستوعب التاريخ. للحوار بقية، فاصل قصير نعود بعده لنستكمل هذا الحوار الهام مع أستاذ الإعلام والخبير الدولي البارز في بحوث الرأي العام دكتور أيمن منصور، ونستكمل الحديث معه حول نظرة الرأي العام الأمريكي أيضا للقضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية الإجرامية على غزة. دكتور أيمن، طبعا أنا يعني عايزة أستغل معرفتك الكبيرة جدا جدا بالواقع الأمريكي، وعايزة أسأل عن مصر. يعني مثلا الرأي العام الأمريكي الآن كيف يراها؟ الرأي العام الأمريكي حسب نوع الرأي العام الأمريكي اللي حضرتك تقصد. إن كان الرأي العام كما تعكس وسائل الإعلام فده ممكن نتكلم على حاجة، أما الرأي العام كما تعكسه دراسات الجمهور فده حاجة، والرأي العام كما يمثله السياسيون والاقتصاديون ورجال الحكم دي حاجة تانية. لكن أنا المهتم بيه بالنسبة لي وجزئية اللي هي دراسات الرأي العام المتعلقة بالجمهور وقياسات الجمهور. جالوب وده أشهر مركز دراسات رأي عام في الولايات المتحدة بيجري سنويا في شهر فبراير من كل عام استطلاعا دوليا حول الاتجاهات نحو الدول المختلفة في نحو دول العالم المختلفة، وبيسألهم ما انطباعك أو ما اتجاهك نحو الدول الآتية. مصر دولة من الدول اللي موجودة في القياسات الرأي العام الأمريكية أو في جالوب، في الدراسة بتاعت جالوب الدولية دي من 91.
احنا السنه دي مثلا في شهر فبراير اللي فات كان عندنا 59% ايجابي، وكان عندنا 27% الى حد ما، وكان عندنا او غير ايجابي، وكان عندنا نسبه 13 او 14% غير قادرين على التحديد او غير ذلك. مصر تقع في بالنسبه للمواطن الامريكي او بالنسبه في المنطقه ايضا الوسطى اللي بتضم بعض الدول زي فرنسا، بعض الدول زي اسرائيل حتى. يعني الفرق في التشارتس اللي بتتعمل بنجد ان اسرائيل ومصر وفرنسا وبعض الدول القريبه في نفس الكاتيجوري او في نفس الاطار اللي هو الوسط. لا هي في الدول البارده زي العراق وايران وكوريا الشماليه وغيرها، ولا هي في الدول ذات العلاقات الدافئه والساخنه زي كندا واليابان وبعض الدول الاخرى. منطقه وسط. هي في منطقه وسط. بتزداد الاتجاهات الايجابيه نحو مصر لدى الشباب اكثر من كبار السن، لدى السود اكثر منها لدى البيض، لدى الديمقراطيين اكثر منها لدى الجمهوريين، لدى البروتستانت اكثر منها لدى الكاثوليك، وهكذا. هناك تنوع، لكن الفروق بصفه عامه غير ذات دلاله، ما نقدرش نقول هي في مجملها ماشيه، لكن هناك بعض الاختلافات الفرديه او الاختلافات البسيطه ما بين الاتجاهات المختلفه في اتجاهات الراي العام. من 2014 احنا كنا عندنا وصلنا الى في 2011 و2012 وخصوصا 2012 و13 كانت وصلنا الى اقل درجه ايجابيه في اتجاه المواطن الامريكي نحو مصر. من 2014 رجعت تاني الى صدارتها في تزايد مستمر، هو تزايد تدريجي لكنه مؤشر على ان الامور لم تعد كما كانت في 2012 و2013. حقيقة كتبت مقال اسمه اوهام او تحت عنوان اوهام الراي العام. اوهام الراي العام كان مقال حقيقة مهم، وبتكلم على الموقف الراي العام برضو الامريكي في هذا الموضوع. الوهم الاولاني اللي هو وهم الاكتساح الشعبيه الكاسحه بالنسبه لاسرائيل في الولايات المتحده، وده مش حقيقي. الوهم الثاني ان وسائل الاعلام الامريكيه قويه ونافذه لدرجه انها بتؤدي الى التعبير الاوتوماتيكي او التغيير الراي العام وتؤثر في الراي العام بشكل كبير، ودراسات كثيره جدا اشارت الى محدوديه هذا التاثير ومحدوديه هذا الاثر. الوهم الثالث أيضا أن قادة متخذي القرار وصانع السياسات في الولايات المتحدة يهتمون أو يجرون السياسات الأمريكية وفق هذه استطلاعات الرأي العام. أيوة. والدراسات والتجارب التاريخية تشير إلى عكس ذلك تماما. فبالتالي لا نعول كثيرا على، يعني أحيانا ما يقال أن هناك الرأي العام في بعض الدول يقال أن هو ممكن أن يؤثر في تغيير مكان ملتجاري سياسات الدولة. أيضا ملتجاري ننقله هنا في بداية أو ننقله، هننشأ حديقة عامة ممكن نعملها هنا ولا لا، هننشأ مصنع في منطقة سكنية هنعملها ولا لا. إنما في ما يتعلق بالحاجات الجوهرية السياسات، يعني الرأي العام ليس له ثقل في توجيه السياسة الخارجية للدولة؟ لا يستطيع رئيس ولا يستطيع سياسي أن يقاد عن طريق الرأي العام، وإلا يبقى احنا عندنا المفروض أن هو الرئيس أو المسؤول أتى إلى الحكم بأجندة، بأجندة فيها برنامج انتخابي. البرنامج الانتخابي ده عليه دراسات وليس وليد اللحظة، يعني ما ينفعش غير. لكن ظروف العالم بتختلف. أنا بتكلم في السياسات العامة، يعني هعمل إيه؟ يعني دلوقتي في، يعني لو جاء رئيس امريكي مثلا وفي البروجرام بتاعه كاتب انه سيؤيد اسرائيل، ثم حدثت احداث غزه والعالم كله يعني استشاط غضبا مما يحدث هناك، الا يغير توجهه؟ ما يقدرش يعمل ده لعده اسباب. واحد، ان هناك اتفاق على التحالف، يعني حتى الرؤساء يتغير ديمقراطي الامريكي الاسرائيلي ما فيش حد يقدر يغير فيه، لان دي ثوابت السياسه الخارجيه الامريكيه في منطقة الشرق الأوسط. البترول وإسرائيل وبعض الحاجات اللي هي المتعلقة بهذا الأشياء، فهو لا يستطيع أن يغير، لكن يستطيع أن يغير في تكنيكاتها، في أشكال حتى في الفترة الأخيرة احنا شفنا بايدن يعلن غضبه من نتنياهو، وفي الوقت نفسه أوكي بيمدوا بالأسلحة وبيمدوا بالمعونات وجسر جوي مفتوح والدين. فدي بنتكلم في أشياء كثيرة جدا، مقولات كثيرة جدا تقال من أجل إرضاء الرأي العام،
لكنها امتصاص غضب الرأي العام، لكنها ليست الحقيقة في مجال السياسات الخارجية. يعني بناء عليه ليس علينا أن يعني نستبشر خيرا كثيرا في التوجه الأمريكي تجاه المنطقة وبالتالي تجاه ما يحدث الآن. ترامب لو رجع هيحصل إيه؟ نفس الحكاية. في استطلاع رأي عام اتعمل أو استطلاعات رأي عام اتعملت كثيرة عن أيهما تثق به أكثر في التعامل مع الأزمة، هل ترامب ولا نتنياهو ولا لا أثق في أي من. ترامب 37%، بايدن 29%، أقل لا أحد منهما 33%. بمعنى أن احنا نفس الحكاية، الشعب الأمريكي شايف أن الموضوع الاثنين، وصحيح ترامب اللي هو مش موجود واللي هو لو جاء وكان حليف لكثير من الدول العربية وكان عام، لكنه كان أسوأ، هو الذي نقل العاصمة إلى القدس. أيوة. وهو الذي هدد باستخدام أشياء كثيرة. فليست كل المقولات التي يمكن أن تقال دي بتعبر عن حقائق. الرئيس الأمريكي أعلن يوم الاثنين هنصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفات كام اثنين؟ ده احنا فات 22 بعد التصريح بتاعه. سنصل الى اتفاق، بلينكن وطول النهار موجود في زيارات مكوكيه، لكنه يعطي السكوك للولايات المتحده. عشان كده سالوا الراي العام الامريكي ايضا ماذا يجب على الولايات المتحده ان تقوم به في الصراع. ف 76% ارسال مساعدات انسانيه لاسرائيل فقط. ارسال مساعدات انسانيه الى اسرائيل. و 48% إرسال أسلحة ومعدات إسرائيلية. طيب هل الولايات المتحدة قالوا لهم كده؟ ماذا يجب على الولايات المتحدة أن تقوم به؟ تترك إسرائيل تفعل ما ترى وعدم ممارسة أي ضغط عليها. وجدوا أن عندنا 47% أو بيشير إلى موافقته على هذه العبارة. والنصف الآخر لا تمارس ضغطا على والنصف الآخر يقول النصف الآخر العكس. ما بين ولا ليس له رأي، ما بين الرفض لهذه المقولة وليس له رأي. ايضا ممارسه الضغوط الدبلوماسيه بدون قطع المساعدات العسكريه، ما تقطعش المساعدات العسكريه لكن مارس ايضا من ضمن البدائل المطروحه تقليل المساعدات العسكريه لحين انتهاء اسرائيل من جريمتها في غزه او من حربها في غزه. دي وجدت بعض التأييد لكنها لم تكن اكتساحا او لم يكن فبمعنى صح ان هو اوكي احنا معاكم. زياده العمليات العسكريه، ماذا يجب ايضا على الرئيس بايدن ان يقوم به في الصراع بين اسرائيل وايضا زيادة العمليات العسكرية؟ قالوا 13%. استمرار نفس مقدار العمليات العسكرية 32%. تقليل العمليات العسكرية 24%. وقف العمليات العسكرية 31%. معنى كده ان احنا متأرجحين هناك ما بين ناس يستمروا، لا استمر بنفس المعدل وبنفس الاتجاه وبنفس وقدم له المساعدات الإنسانية والوقف ولا توقف العمليات العسكرية فقط. وفي نفس الناس. عشان كده أحيانا بيبقى في انقسام، زي مثلا من ضمن الأشياء الموجودة في الولايات المتحدة الانقسام الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين فيما يتعلق بالموقف من الحرب. الديمقراطيين معارضين تماما للحرب رغم أن الديمقراطيين ينسبوا إلى الرئيس بايدن وهو المتخذ القرار، لكن يبدو أن هناك انفصام بين ما ينادي به وما يتم تطبيقه في البيت الأبيض. الجمهوريين مؤيدين تماما لإسرائيل لأسباب دينية أو لأسباب سياسية أو غير ذلك، ورغم ذلك أيضا لا يتم الدعوة إلى وقف الحرب أو وقف الأشياء. أحيانا بجد نفسي عندما تقرأ نحن في غابة من الكلام المرسل الذي ليس له أي تطبيقات في الواقع، وأن هناك أحيانا بتبقى مكلم خانة تثار فيها دون أن تترجم إلى أفعال سياسات حقيقية. أو أفعال حقيقية. ليت الرأي العام كان هو المؤثر في اتخاذ القرارات. يعني ليس علينا أن نعول كثيرا على تغير الموقف الأمريكي من مما يحدث حولنا الآن. لا، ما فيش حاجة. يعني دلوقتي في هذه الحرب قبل ما يحصل انتخابات الأمريكية، وأعتقد أن نتنياهو بيحاول أنه بيمد إطار العمليات العسكرية إلى وقت معين الحين وصولها إلى شهر نوفمبر أو حتى نصل إلى انتخابات أمريكية. حينها لا يستطيع رئيس أمريكي أن يتحدث في هذا الموضوع، ثم يأتي رئيس آخر في شهر يناير، فالفترة طويلة، ويمد أجل الحكومة الحالية إلى والدعم الأمريكي مضمون. هو أنا مش محتاج من أمريكا إلا الأسلحة والمعدات، ودي غير قابلة للانقطاع وغير قابلة للتوقف تحت أي ظرف من الظروف. يعني في فترة يعني تخيلنا أنه سيكون هناك يعني توجه عادل نحو منطقتنا بالنسبة لأمريكا، لكن واضح هذا يعني بشكل واقعي غير موجود.
في العلاقات الدولية ما فيش عدالة، في منطق القوة. كانت في مقولة زمان كده، ما أخذ بالقوة لا يسترد بقول القوة، ما فرض بالقوة لا يمكن أن يتم حله إلا بغير القوة. على الدول العربية وعلى الدول الإسلامية إن أرادت أن تصبح لها كلمة، أن تفرز قرارها أو تنفذ قرارها، أن تكون لها قوة. قد تكون قوة اقتصادية كما حدث في 73، أو قوة عسكرية أيضا كما حدث في 73، أو قوة ضغط من أي ناحية. في العالم الغربي بشكل عام، وهنتكلم مثلا عن أمريكا بشكل خاص، دائما يقال أنه دافعي الضرائب لهم سطوة في اتخاذ القرار. هل هذا حقيقي؟ محاسبة المحاسبية جزء أساسي من أي نظام ديمقراطي. والمحاسبية تعني إنفاق الأموال بشكل مسؤول، وأن يتم الكشف عنها وعن مصادرها وكيف تم إنفاقها وغير ذلك. لكن في جماعات الضغط اللي موجودة في الولايات المتحدة، وإسرائيل على رأس الأكبر عدد من جماعات الضغط موجودة بالنسبة لإسرائيل، أيضا نواب المجلس، هو الشعب لا يفرض، لا يحاسب إلا من خلال النواب، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وهؤلاء لهم مصالح ولهم ضغوطات معينة. فهي مقولة أيضا دافع الضرائب، يعني هي مقولة تتصدر، لكن في نهاية الموضوع أنت لا تستطيع أن تفرض رأيا بدون قوة. القوة الحقيقية الموجودة لدى الناخب الأمريكي أن يسقط نائبا أو يسقط شيخا من الشيوخ، لكن ما فيش أكتر من كده. لكن هناك الميزانية الأمريكية من الكبر، بحيث أنها بتسمح بكثير من المعونات لكثير من الدول رغم عدم رضا، يعني ما فيش أمريكي بيقبل أو بيبقى راضي عن إرسال أموال إلى أي دولة. واستطلاعات الرأي العام التي قاست، وأنا عملتها على مصر وعملتها على بعض الدول الأخرى، اتجاهات الرأي العام نحو تقديم المساعدات إلى مصر، وجدت نسبة كبيرة جدا من الشعب الأمريكي رافض، حتى بالنسبة لإسرائيل رافض. فالمواطن الأمريكي تجاه الفلوس هو عنده اتجاه رفض، ما على اعتبار أنها يعني فلوسه أو نقود فلوسه. لكن هل ده يترجم إلى سياسات تؤدي إلى منع؟ لا تؤدي إلى ذلك. هي وسيلة ضغط، الولايات المتحدة بتبررنا وسيلة ضغط لفرض بعض الشروط، قد تكون في مجال حقوق الإنسان، قد تكون لضمان ولاء بعض الجماعات، قد تكون لتحقيق بعض الأشياء، لكنها في النهاية بيتم تبريرها ويتم التجاوزها في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. طب في أي دولة يعني عادة ما يكون هناك ما يسمى بالنخبة السياسية؟ في أمريكا من النخبة السياسية؟ وما تأثيرها أيضا على اتخاذ القرار؟ هو القرار الأمريكي من التعقيد، لأن في 500,000، لدرجة أن هم بيقولوا أن الرئيس الأمريكي هو موفق بين مفاوضين كثر. فإحنا عندنا جماعات الضغط بتمثل النخبة، المراكز البحوث والتفكير الموجودة في الولايات المتحدة، الأحزاب السياسية الكبيرين، الحزبين الكبيرين قد تكون أيضا من النخبة الأمريكية اللي موجودة. هناك أيضا الأساتذة المرموقين في بعض، فإحنا ما نقدرش، اللجان المختلفة، الولايات المتحدة فيها أكبر ناس حاصلين على جائزة نوبل فبالتالي هي كتيرة جدا. وفي كل قرار بيتم اتخاذه هناك استشارات كثيرة، وهناك مداولات، وهناك لجان. يعني لو حضرتك شفتي أي سيناتور أو أي ممثل عنده مكاتب استشارية وعنده أشياء اللي هو أقل درجة من الرئيس أو أقل درجة، ففي مراكز تفكير وفي مراكز بحوث كتيرة جدا، كل دي بتشكل النخبة السياسية مع عدد سكان 400 مليون بطوائف مختلفة بتنوعات مختلفة. أعتقد أن هو بيبقى فيها النخبة السياسية متسعة ومتنوعة وعميقة. يعني أحيانا بتكون النخبة السياسية متسعة لكنها مسطحة، في بعض الدول النخبة السياسية مسطحة ولا تستطيع أن تفرض واقعا، ولا تستطيع أن تقدم أطروحة أو تقدم فكرة معينة يمكن لكن النخبة الأمريكية وراء كل نخبة وراء كل نوع من النخب دي مراكز بحوث متخصصة. الصورة الذهنية لأي شعب، وليكن مثلا الشعب المصري، هم في اتخاذ القرارات السياسية من الدول الأخرى؟ كان الأستاذ هيكل بيقول الانطباعات أهم من السياسات. الانطباعات احيانا والصور الذهنيه، كثير من متخذ القرار بيتخذوا القرار بعض القرارات السياسيه في ضوء صور ذهنيه اكثر منها في ضوء حقائق حقيقيه.
يعني مثلا ما حدث من غزو الولايات المتحدة للعراق كانت نتيجة بعض الانطباعات الخاطئة وبعض الأفكار الغير عن العراق وقوته وعن بوش وكيف تصرف الرئيس العراقي آنذاك ما يتعلق بالرئيس السابق وسلف وغير ذلك. يعني هناك أشياء لم تكن، وعشان كده لما لا يعني كيف نصدق ذلك ويعني أمريكا تمتلك وسائل كشف عن الحقائق بشكل جيد؟ الولايات المتحدة وكان وزير خارجيتها كولين باول أعلن أنه هناك أسلحة دمار شامل في العراق، ثم اعتذر هو نفسه عن ذلك وقال لقد ضللتنا أجهزة الاستخبارات الأمريكية. فالتراجع احيانا هو استخدام الكذب احيانا. عشان كده في كتاب كده لماذا يكذب الرؤساء، لماذا يكذب الرؤساء، وكذب بالتطبيق على الرؤساء الامريكيين تحديدا، يكذبون لتحقيق مصالح وطنيه من وجهه نظر قد تكون للسيطره على شيء. يعني لكن هذا هل كذب مبرر؟ الغايه تبرر الوسيله في عالم السياسه، الميكيافيليه يعني في عالم السياسه تؤمن ان مصالح كل شعب مقدره على اي شيء، و نضحي بكل الأخلاقيات ثم بعد ذلك نحاول أن نجملها ونحاول أن يعني نرسم يعني معنى ذلك أن يبحث كل شعب عن مصلحته. ده ما فيها الشك، عشان كده لا أخلاق في السياسة ولا أخلاق في العلاقات الدولية. ومن يقول أن الأشياء تتعامل بحسن نية أو غير ذلك، أوكي نصدر هذا الخطاب لكن لا ننفذه. لا نستطيع أن ننفذ. علاقات الدول هي علاقات أقرب العلاقات الغاب أحيانا، نجملها ببعض الأشياء لكنها تظل مرهونة ب لا نستطيع أن نتغافل عن مصالح الدول ولا نستطيع أن نتعامل بحسن نية مع كثير من المخاطر. كيف ترى دكتور يعني الأيام القليلة القادمة فيما يخص هذا الصراع الإسرائيلي في المنطقة؟ أعتقد أنها ستنتهي بعد أن تكبدنا خسائر، يعني الأرواح التي تكبدناها لا يمكن أن تعوض. حجم الخسائر كان فادحا، هي معركة لم يكسب فيها طرف. الإسرائيل خسرت كثير من صورتها الذهنية ومن مصداقيتها وغير ذلك، لكنها لا يهمها بالنسبة لها مصداقيتها. صحيح هي كانت مصداقية أو كانت صورتها الذهنية وسيلة من وسائل الردع التي لا هي كسرت بالفعل، يعني كانت صورتها الذهنية أفضل كثيرا مما هي الآن، زي ما حصل بعد 67 أن هي صورتها الذهنية الذراع الطولة والليل التي لا تقهر، لكن هي قهرت في كما قهرت في 73، تم قهرها أيضا في 7 أكتوبر في القصة دي. فالصورة الذهنية لإسرائيل لن تكون كما كانت قبل هذه الأحداث. ستنتهي الحرب شئنا يعني عاجلا أو آجلا، شئنا أم أبينا كل الأشياء تنتهي، لكن كم الخسائر الذي لا يمكن تعويضه هو المشكلة التي اليوم التالي لانتهاء الحرب. غزة لم تعد موجودة، لم تعد مكانا يستطيع لم تعد مكانا آمنا أو مأهولا يعني أو قادرا على أن يأمن السكان. تحتاج إلى مئات المليارات عشان نقدر نبنيها من جديد. ما هي طب أوكي، خرجت إسرائيل النهاردة هيعيشوا إزاي؟ ما فيش مية، ما فيش كهرباء، ما فيش حياة، ما فيش مساكن. فهي رحلة شاقة جدا. حضرتك بتتكلم طبعا بشكل واقعي، حتى لو تم الاتفاق على عودة النازحين، أين هيعودوا فين؟ هياكلوا منين؟ لكن أفضل من ضياع طبعاً. الأرض هي طبعا والموقف المصري في هذا الموضوع لابد أن نؤيد القرار المصري ونؤيد صنع القرار المصري في حرصه على عدم ضياع القضية الفلسطينية، وفي حرصه أيضا على عدم تهجير الإخوة الفلسطينيين إلى سيناء، وبالتالي القضاء على القضية الفلسطينية بشكل كبير. دكتور أيمن منصور، شكرا جزيلا لحضرتك لوجودك معنا. أنا اللي شاكر لحضرتك استضافتك وشاكر لحضراتكم جميعا. في الختام أشكر ضيفي الكبير الأستاذ الدكتور أيمن منصور ندى، أستاذ الإعلام والكاتب في الأهرام ومؤلف أهم عمل موسوعي عن العرب والمسلمين في استطلاعات الرأي العام الأمريكية. ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من مصر.